المهرجان جدا مهم للمخرجين الموجودين في هالبلد، لانه هو المهرجان ايش بيعمل؟ بيجيب افلام، بيجيب ثقافه، بيبني ثقافه، بخليك توسع النظر، تشوف ايش المخرجين التانيين عم بيعملوا في المنطقه، بخلي نوع من يصير في حوار بين السينمائيين، حتى في الصوره، حتى في الحديث، كيف نحن بدنا نحكي قصصنا. فكمهرجان انه بالذات بعد الكورونا عم بيقدر يعمل هالشيء، هذا إشي جدا جدا مهم وبعطي افق معين. هو فيلمنا اللي رح يشارك في المهرجان اسمه بين الجنة والأرض. أخذنا نحن قصة اثنين بحبوا بعض، سلمى وتامر، بس هي تحت القصة قصة حب عن اثنين بدون يطلقوا بعض، فيها عدة حواديث وقصص صغيرة عن فلسطين التاريخية، الفلسطينيين اللي عايشين في الداخل، السوريين اللي عايشين في الجولان المحتل، أولاد الشهداء اللي بعد ما أبهاتهم أو أمهاتهم راحوا، إنه إيش صار فيهم. بس عم بعملها أنا من خلال قصة حب، من خلال الأشياء الجميلة بالحياة، لأن الحياة بتضلها مستمرة، وإذا ما فيش عنا أمل وما فيش في حب، كيف الحياة بتضلها مستمرة؟ مهرجان عمان الأول هو أول مهرجان عم نرجع، أول مهرجان كمان موجود على الأرض، وأول مهرجان نحن عم رجعنا نرجي فيلمنا فيه. السينما مهمة، والسينما مهمة بظل الكورونا.